أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على أعتاب شهر محرم ومن ثم شهر صفر. ما الذي يميز هذين الشهرين؟ الجواب على ذلك الذي يميز شهر محرم وصفر عن بقية الشهور هو الحزن. وتقول: هل الحزن امتياز؟ الجواب على ذلك أن الحزن الذي يبني، الحزن الذي يزكي النفوس، الحزن الذي يصقل الضمائر، هو حزن مطلوب. أن تحزن للحق، أن تهتم بالمظلومين، أن تواجه الظالمين، أن تتبرأ منهم، أن توالي المظلومين، هذا الحزن مطلوب. فمن لا يهتم بمن ظلم ولا يتبرأ من الظالم لا خير فيه. من هنا فإن الحزن حزنان: حزن مطلوب وحزن مرفوض. الحزن الشخصي على الخسارات الدنيوية ليس مطلوبا، وقد نهى النبي عن ذلك لصاحبه في الغار، قال: لا تحزن إن الله معنا. لكن حزن يعقوب على يوسف كان حزنا مطلوبا، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. وقال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن. الحزن على ما يتعرض له المظلومون في التاريخ حزن مطلوب. حزنك على هابيل، على يعقوب، على الحسين عليه السلام، هذا حزن مطلوب ولا شك. هذا شهر الحزن على الحسين وما جرى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.